لمزيد من النقاش ينضم إلينا من رام الله السيد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك معنا سيد حرفوش. إذن تتواصل العملية العسكرية في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، هل بدأت تتضح الأهداف الكلية من هذه العملية، خاصة أنها الأوسع أو يعني الأوسع منذ عام 2002 وهي الأكبر من حيث الكمية والنوعية كذلك؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين وقناتكم عاصمة الخبر. باعتقاد الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الحرب الإبادة الجماعية والاستهداف للمواطنين الفلسطينيين والتجمعات السكانية الفلسطينية. هناك إبادة جماعية في قطاع غزة، استهدف بها البنية التحتية وكل ملامح وأشكال الحياة، وأيضا استهدف المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل. إضافة لذلك هو مستمر في قطاع في الضفة الغربية وفي مخيمات شمال الضفة الغربية باستهداف للبنية التحتية ولكل أشكال الحياة. تحدث التقرير عن الدمار الكلي الذي يعني يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. باعتقادي هناك سياسة ممنهجة ومتبعة تقوم بها حكومة الائتلاف اليميني المتطرف، التي تتعلق ليست فقط في إبادة الشعب الفلسطيني وإنما تدمير كلي لكل المجتمع الفلسطيني، من حيث تدمير للبنية التحتية، قتل الفلسطينيين، أن تصبح الأراضي الفلسطينية أراضي غير قابلة للحياة ولا يوجد فيها حياة. هذا ما يحدث في قطاع غزة، وهذا ما يطبق بنفس النسخة في الضفة الغربية. هناك مخيمات شمال الضفة الغربية على مدار يومين هناك أكثر من 18 شهيد، هناك تدمير كلي لكل البنية التحتية، للمياه، للشركات، لشبكات الاتصال والتواصل، الانترنت. إضافة لذلك استهداف أيضا بشكل متعمد للمؤسسات العامة في الضفة الغربية. هو يريد ضرب الحاضنة الشعبية، يريد استهداف بشكل كلي للمخيمات الفلسطينية. هذا ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي. صحيح هناك يعني استهداف للمخيمات، لكن هناك قصد لاستهداف هذه المخيمات بذريعة أن هناك نشطاء، هناك مقاومة فلسطينية موجودة في هذه المخيمات. طيب على المستوى السياسي سيد حرفوش، كيف على الفلسطينيين أن يواجهوا هذه التحديات الآن؟ يعني قطاع غزة الذي كانت تسيطر عليه حماس يشهد ما يشهده منذ ما يقرب من 11 شهرا، الآن الضفة الغربية وهذه العملية العسكرية الأوسع منذ عام 2002 والتي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، كيف سيواجه الفلسطينيون هذا الوضع؟ باعتقادي هذه رسالة واضحة للكل الفلسطيني بأن المستهدف الفلسطينيين جميعا، سواء حماس، سواء فتح، سواء سلطة وطنية فلسطينية أو أي تنظيم آخر، الكل مستهدف أمام آلة الحرب الإسرائيلية وأمام هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. على الكل الفلسطيني طي صفحة الانقسام والاتفاق على استراتيجية وطنية تتعلق بمقاومة هذا الاحتلال، مقاومة سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تعتمد بالدرجة الأولى هذه الاستراتيجية على مواجهة هذا الاحتلال، مواجهة سياسة الإقلاع والتدمير للشعب الفلسطيني، دون ما أن تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية وأن تكون هناك يعني استراتيجية وطنية تستطيع مواجهة هذه الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة بحسم الصراع. باعتقادي ستكون هناك مزيد من الأضرار بالقضية الفلسطينية، مزيد من التدمير للقضية الفلسطينية، وأيضا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يستطيع أن تكون هناك قيادة موحدة قادرة على مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي، لا تستطيع الصمود والبقاء من دون أن تكون هناك رؤية واستراتيجية قادرة على مواجهة رؤية وحسم الصراع الإسرائيلي الذي أصبح متمثل إلى العيان، إبادة جماعية في قطاع غزة وتدمير كلي لكل مقومات الحياة، وأيضا استهداف لكل أشكال ومقومات الحياة في الضفة الغربية. باعتقاد الشعب الفلسطيني اليوم معرض للقتل وإلى التهجير نتيجة لرؤية سموتريش وبن غفير ونتنياهو، الذي يسعى على مدار يعني سنوات مشروعه السياسي هو تدمير الكلي لكل الكيانية الفلسطينية المتمثلة بالسلطة الوطنية أو منظمة التحرير أو أي كيان فلسطيني. إذا كان الأمر كذلك، إذن سيد حرفوش ما رأيك في التوقيت لهذه العملية العسكرية؟ لا يبدو أنها قامت مثلا ردا على أمر معين حدث هنا أو هناك، وهناك أيضا انطلاق عملية المفاوضات لبحث وقف اطلاق النار في غزة، التوتر مع حزب الله، الرد الإيراني المؤجل حتى اللحظة أو على الأقل عملية توتر مستمرة، ما الذي يقوله لنا توقيت هذه العملية العسكرية؟
يعني الضفة الغربية مستهدفة منذ أكثر من قبل 7 أكتوبر، وهي يوميا يتم هناك الاعتقالات ويقوم الاجتياحات والتدمير والاستهداف لكل الفلسطيني في الضفة الغربية. لكن نتنياهو وجيش الاحتلال يريد أن يصنع نصرا لجيش الاحتلال والاستخبارات الاحتلال الإسرائيلي بأنه استطاع أن يقتل النشطاء والمقاومين الفلسطينيين، أن الكل من يعرض أمن إسرائيل إلى الاعتداء ستقوم حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها وقتل من يتعرض لجيش الاحتلال. باعتقادي هذا فشل ذريع يقوم به الاحتلال الإسرائيلي نتيجة فشله في 7 أكتوبر، نتيجة فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، وأيضا عدم قدرته على ردع حزب الله أو محور المقاومة أو تحييد إيران في عدم ردها على اغتيال إسماعيل هنية. هناك خلط للأوراق يقوم بها نتنياهو من أجل استعادة أوراق القوة لنتنياهو على اعتبار أنه القادر على منع أي تهديد يهدد دولة الاحتلال أو أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا ما يسعى إليه نتنياهو في هذه اللحظات، هو يريد خلط الأوراق في المنطقة وخلط الأوراق في الأراضي الفلسطينية من خلال استهداف قطاع غزة واستهداف الضفة الغربية، وخاصة هناك مشروع استيطاني، مشروع صهيوني متمثل في هذا الائتلاف الحكومي الذي يقوم على تصفية القضية الفلسطينية، حسم الصراع الفلسطيني واستهداف بالدرجة الأولى المخيمات الفلسطينية بما تعنيه من أبعاد تاريخية وأبعاد نضالية معروفة لدى المفاهيم الفلسطينية وللقضية الفلسطينية. هذا ما يسعى إليه نتنياهو من خلال هذه السياسة الممنهجة المتفق عليها من خلال هذا الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقود دولة الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك السيد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من رام الله.